إذا رح نكمل اليوم عن الروتيشن أو إذا بدي أخذ فريم بالنسبة لفريم تاني. الأحد الأشياء رح نلاقيها رح نلاقي إنه في عندي ماتريكس بتمثل روتيشن، كمان ماتريكس بتمثل روتيشن. زي ما بتعرفوا في الماتريسيز A مضروبة في B لا تساوي E مضروبة في A. هاي الخاصية إيش بنسميها؟ لو إنها صحيحة فبتكون كوميوتيتيف، فهي نوت كوميوتيتيف. تتذكروا في المدارس أول إشي تدرسوا إيش بده يدرسكم في المدارس في السكيلرز. بالسكيلرز كنا نحكي عن كوميوتيتيف أسوسيتيف ديستريبيوتيف. متذكرين هذول؟ إذا بنحكي عن سكيلرز بنقول مثلا A في B بلس C بتساوي AB بلس AC، هاي صحيحة مضبوط في السكيلرز. أسوسيتيف لو قلت A B C D بتساوي A في B مضروبة C في D مثلا، أو تساوي A في B مثلا أو B في C مضروب في D، مش هيك؟ هذا كله صحيح في السكيلرز ما في مشكلة. والكوميتيتيف كنا نقول انه A في B تساوي B في A الى اخره، اوكي؟ هذا في السكيلر الصحيح. بس لما نيجي على الماتريسيز بدنا ننتبه انه A في B الماتريكس A مضروبه في B لا تساوي B مضروبه في A، لذلك الاوردر مهم، لكن الماتريكس اوبريشنز اسوسيتيف. ممكن تكون A في B مضروبه في C، وممكن تكون A B في C associative. اوكي واضحه هاي النقطه؟ يعني الاوردر ممكن اضربهم باي اوردر بدي اياه، بدي اضرب الاوردر مثلا اضرب بي في سي بالاول بعدين اضربهم اضرب اي فيهم، او اضرب اي في بي بعدين اضربهم الثنتين بالسي، لكن ما بصير اوردر ارجع قبل هذا، ما بصير اي في بي لا تساوي بي في اي. اوكي هذه مهمه بالنسبه لنا، رح نطلع هلا على الروتيشنز.